الحضور الملفت للطلاب والطالبات في بغداد كان حافزاً لبقية جامعات ومدارس البلاد لتنظيم وقفات مشابهة، ولا سيما بعد إعلان دعمها للمطالب المشروعة التي تنادي بها جموع المتظاهرين في كل مكان في البلاد. ساحة التحرير وسط العاصمة، مركز الاحتجاج الشعبي، سجلت هي الأخرى أعداد كبيرة من الطلاب الذين توجهوا صوبها بعد أن أكملوا وقفاتهم التضامنية عند جامعاتهم ومدارسهم، فشاركوا كمحتجين وكمسعفين أيضاً، ورسالتهم السلمية لم تختلف، وعنوانها الموحد نريد وطن. من بغداد محيل أنصاري، MBC عراق.